لما بتحطي البروتين بيأثر على لون الشعر. يعني لو انت عامله خصل، ما سر من اسرار الكوافيرات، وفري فلوسك وبلاش تروحي تعملي جلسه الفيلر اللي احنا قلنا زي حمام الكريم، بيبقى مثلا شعرك مقصف هايش كده. عدو البروتين حاجتين، ميه تاكل بتشطفيه نص شطفه، ودي سر من اسرار. يا رحمن الرحيم، صباح الخير يا بنات. باذن الله في الفيديو ده هكلمكم على نصايح مهمه قوي قبل وبعد جلسات الترميم او فرد الشعر بالبروتين، تهتمي بيها قوي عشان تحاولي تحافظي على النتيجه اللي انت هتعمليها. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس واعملي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما هتروحي تعملي جلسه الترميم او بروتين الشعر، مهمه قوي انك تكوني مش بتستخدمي اي زيوت على شعرك. يعني البنات والستات اللي متعوده تدهن شعرها زيت جوز هند، زيت لوز، زيت اي نوع من انواع الزيوت، الزيوت اولا بتغمق الشعر، ثانيا بتبقى عامله طبقه عازله كده، فلازم تبقي مبطلاها قبلها بفتره، لا قبل ما تروحي تعملي الجلسه. يعني انا لما رحت عملت الجلسه، السؤال الكوافيره دايما بتسالوا لي بتستخدمي اي زيوت على شعرك؟ مش من فتره قريبه، بقالي كتير ما بتستخدمهاش، بتاكد قوي على معلومه انك تكوني مش بتستخدمي زيوت على او حمامات زيت على شعرك. فلا لو انت بتستخدميها بطليها قبل ما تروحي تعملي الجلسه مثلا بشهرين. طيب ايه الفرق بقى بين ترميم الشعر والبروتين والديتوكس والبوتوكس والحاجات دي كلها؟ بصوا، هي زي ما تقولي مسميات او شركات، او كل فتره كده بيحصل تطوير في المجال ده فبيقولوا عليه اسم. يعني مثلا عندنا فيلر الشعر، عندنا الفيلر البارد والفيلر السخن. الفيلر البارد ده اللي احنا قلنا زي حمام الكريم، بيبقى مثلا شعرك مقصف هايش، صبغتيه عملتي له لايت فبدا ان هو ينشف كده، فبتروحي للكوافير تقولي لها انا عايزه اعمل جلسه فيلر على الشعر، بتحط لك زي حمام كريم قوي على شعرك وبتسيبه ساعه وبتشطفه نص شطفه. عشان كده انا قلت لك سر من اسرار الكوافيرات، وفري فلوسك وبلاش تروحي تعملي جلسه الفيلر البارده دي. انت ممكن بمنتهى البساطه تعمليها في البيت عن طريق ان حضرتك تجيبي حمام كريم محترم وتعملي مرة في الأسبوع حمام كريم بالطريقة اللي أنا هقولك عليها. بس اللي ناسية كده تعمل لايك، تعمل لايك للفيديو، وبعد ما تشوفي الفيديو اعملي شير لكل أصحابك عشان زي ما انت استفدتي تفيدي غيرك، الدال على الخير كفاعل. طب ايه حمام الكريم اللي انا انصح بيه؟ هو الفتره دي انا بستخدم اروما هير ماسك. طبعا انا عارفه ان هو غالي، لكن انا لما نزلت كده شفت في الصيدليات او سالت، يعني لقيت ان حمامات الكريم الرخيصه اللي هي ب 100 جنيه و150 جنيه و200 جنيه دي ترميها في الزباله ما بتعملش اي حاجه. ودكتوره ساره قالت لكم استخدمي حمام كريم نظيف عشان يديكي نتيجه. اي حمام كريم من اللي هم البطرمان قد كده، ده تحسي نص كيلو كيلو كده وسعره من 100 ولا 200 جنيه، مش هيجيب معاكي اي نتيجه. حتى اللي مش هتقدر تجيب بطرمان كبير كده، بيبقى موجود في الهايبر ماركت وكارفور زي عبوات صغيره كده، ممكن تستخدميها مرتين ثلاثه بس، هاتي حمام كريم يكون نظيف. وبعدين حضرتك حتى لو ده غالي، ده مثلا تقريبا نص كيلو ممكن يقعد معاكي سنتين، لان حضرتك هتستخدميه مره في الاسبوع لمده مثلا شهرين، وبعد كده مره كل اسبوعين ومره كل شهر على حسب شعرك. وكلنا عارفين ان الشعر في الشتاء بيكون ناشف عن الصيف، وممكن هتستخدميه في الشتاء مرتين في الاسبوع، وممكن في الصيف مره في الشهر او على حسب شعرك. الطريقه اللي حضرتك هتستخدميها ان بعد ما تغسلي شعرك هتحطي حمام الكريم ده على كل اطراف الشعر كده وكل الشعر، بس بعيدي عن الجذور، وتروحي سايباه ساعه، يعني رابطه شعرك كده ببونيه او بكيس بلاستيك وسايباه على شعرك ساعه. بعد كده بنشطفه نص شطفه، يعني مش بتشطفيه زي الشامبو. احنا بنقول الشامبو بنحط على جذور الشعر وبنغسل شعرنا حلو وبنشطف شعرنا حلو، لكن حمام الكريم يا ست الكل بتشطفيه نص شطفه،
ودي سر من اسرار كده الكوافيرات بتعمل كده، ودكتوره الجلديه قالت لي كده يعني عشان نسيبه يعمل ايه تغذيه لشعرنا كده لما بيكون جايبين نوع نظيف. الفيلر البارد اللي بدل ما هتروحي تعمليه في الكوافير تقريبا الجلسه، في كوافيرات بتاخد 150 جنيه و200 جنيه، يعني حضرتك عشان تقولك تعالي لي مره في الاسبوع 3 اسابيع ورا بعض هتدفعي لك مثلا 500-600 جنيه، لا انا اروح اجيب حمام كريم واعمله هنا في البيت ويفضل معايا بطرمان حمام الكريم استخدمه لمده سنه ايه سنه واتنين. فدي نصيحتي ايه ليكم، وانتوا عارفين ان انا بحب اجيب لكم ايه الاسرار والتريكات كده اللي توفر عليكم ايه فلوسكم. دي بالنسبه للفيلر البارد. الفيلر السخن بقى اللي هي لا احنا بنحط ماده كده زيها زي البروتين، بس الفيلر مش بيفرد الشعر قوي، بيستخدموه الناس اللي شعرهم ضعيف او مش عايزين يفردوه قوي بدل البروتين. بالنسبه للبروتين في منه نوعين، نوع للناس اللي شعرها فاتح او عامله لايت وعايزه تحافظ على اللايت، لان حضرتك لما بتحطي البروتين بيأثر على لون الشعر، يعني لو انت عامله خصل مثلا ده بيفضي فبتلاقي على طول البروتين بيقلبها لون برتقاني كده او اورنج. عشان كده نصيحه مني العرايس اللي عايزه تغير لون شعرها، حضرتك هتعملي بروتين وبعد شهر هتروحي تعملي ايه اللايت، لانك لو عملتي العكس لون الخصل اللي انت عاملاها هيقلب خالص، ممكن يقلب لونه اورنج او اصفر كده عامل زي البيض، يعني النتيجه مش هتبقى حلوه خالص. فحضرتك هتعملي بروتين وبعدها بشهر تعملي ايه اللايت اللي انت عايزه تعملي. الناس بقى اللي هي لون شعرها غامق بتعمل ايه نوع بروتين عادي مناسب برضو لطبيعه ايه لطبيعه شعرها. تحافظي ازاي على نتيجه البروتين، فالجزء ده من الفيديو هنتكلم على نصائح ما بعد البروتين او جلسات ترميم الشعر. الكوافيره كده قالت لي كده عدو البروتين حاجتين، ميه البحر وميه البسين او البول اللي هي الميه اللي بكلور. فالحاجة اللي مضرة وبتضيع جلسة البروتين هي مية البحر، المية المالحة، ومية الكلور او مية البسين او البول. طب ما هتقولي لي احنا في الصيف وكلنا بنروح المصيف والبحر وكده هنعمل ايه يا ست الكل، تعالي اقولك بقى الكوافيرة قالت لي على سر من اسرار الكوافيرات. حضرتك سلاحك ايه مع ان انت خلاص عملتي شعرك بروتين وعايزه تحافظي على النتيجه وشعرك كده يبقى ناعم؟ حضرتك بونيه، البونيه بتاع البحر ده اساسي معاكي، البونيه ده كده اساسي معاكي. وعلى فكره هو سواء انت عامله بروتين او مش عايزه بروتين، مش عامله بروتين، لو عايزه تحافظي على شعرك هتنزلي البحر، هتنزلي البسين، تلبسي البونيه، لان ميه البسين مع الكلور والمواد اللي بيحطوها عشان يحافظوا يعني على الميه في البسين او البول كده طبعا بتأثر جدا على الشعر، وكمان مية البحر برضو ايه بتأثر. فحضرتك مبدئيا كده على طول كل العرايس والبنات والستات نلبس البوني قبل ما ننزل، خصوصا بقى اللي حضرتك عملتي بروتين، عملتي فيلر، عملتي حاجة لشعرك لازم اساسي هتلبسي ده. هتقولي لي ياسمين ما انا بلبسه والمية برضو بتدخل منه. الكوافيرة بقى قالت لي هتعملي ايه، حضرتك نازلة البحر هتروحي بلة شعرك مية وحطلي عليه حمام كريم حلو، ما عنديش حمام كريم، حطلي عليه بلسم حلو، حطلي عليه سيروم حلو. ده يجينا بقى للنقطه ايه هقول لكم انا على احنا قلنا حمام الكريم اروما او اي ستي حمام كريم انت يعني حلو انت بتجيبيه. طيب انا ما عنديش حمام كريم، ممكن تحطي بلسم. انا عندي هنا هير كونديشنر سيرو باي، ده حلو قوي، ده تقريبا كان سعره 200 جنيه ومكتوب عليه ان هو ايه يعني سيف للشعر التريتمنت او اللي معمل له ترميم او اللي معمول له يعني علاج بالبروتين او كده، فده حلو قوي. ده هير كونديشنر، تروحي برده بلى شعرك ميه وحطلي على اطراف الشعر وعلى الشعر كله الهير كونديشنر ده وتروحي لابسه لا ما عنديش حمام كريم ولا عندي بلسم سيرم، عندك سيرم حضرتك هتروحي جايبه شعرك بلا ميه وحطلي عليه سيرم كتير، سيرم كتير. طب انا هنا ايه السيرامات اللي عندي عشان يعني منها برضو ان انا اقول لكم على انواع السيرم. انا عندي هنا ده سيروليز، سيروليز ده حلو قوي، منتج مصري وجميل، كان سعره تقريبا 150 جنيه وبحاول استنى العروض
عشان مثلا اخد واحد واحد هدية، اتنين عليهم تخفيض حاجة كده. وفي كمان تريتو سيرم، وده مع المجموعة برضو بتاعت سيرو بايب، ده السيرم ده، وده حلو قوي، عامل زي زيرو فريز كده للشعر الجاف، وبرضو في الشتاء هيبقى حلو جدا ليكم. يبقى خدوا سكرين شوت كده، ده السيرم بتاع سيرو بايب، وعندي سيرو ليز، وكمان في تريتو سيرم، ده برضو ايه حلو قوي. يبقى حضرتك هتبلي شعرك مية، وقبل ما هتحطي البونيه هتروحي حاطه حمام كريم او بلسم او سيرم. طب انا ما عنديش اي حاجه من دول، حطيلي زيت جوز الهند اللي هو الخام، البكر اللي هو عارفين بيبقى متجمد كده في الشتاء، اللي هو لونه الابيض ده. الكوافيره قالت لي روحي حاطه لي زيت جوز الهند ولابسه البونيه، هتنزلي البحر، هتنزلي البسي مش عارفه ايه، ولما ترجعي هتغسلي شعرك بالشامبو، او لو حاطه حمام الكريم هتشطفيه بس كده من حمام الكريم. يعني انا شايفه فكره حمام الكريم دي حلوه جدا، لان حضرتك هتبقي حاطه حمام الكريم وهتربطي البونيه، نزلتي البحر كام ساعه هترجعي تشطفي شعرك بحمام الكريم، فهيبقى منه ايه هيعملك حمام كريم ومحافظ برضو على ايه على شعرك. ونحاول يعني مش لازم نغطس بقى ونعمل غطس وحاجات دي كلها، يعني ننزل كده ايه خفيف خفيف. ان حضرتك غسلتي شعرك وشعرنا وهو مبلول، بلاش نربطه، بلاش نرفعه بتوكه، هتسيبيه خالص يتهوى كده في الصيف او بسشوار خفيف، ولما ينشف حضرتك ارفعيه اعمليه اي حاجه عشان ما يتكسرش مكان المادة بتاعت البروتين. دي كانت اهم النصايح قبل وبعد جلسات البروتين. اكتبوا لي في التعليقات اي اسئلة ليكو، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. مين ما عملتش لايك وشير لكل اصحابك، وشكرا.